بشعار شاعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس الفاتن مبارك بن بخيت باللوتية العامري من ياتينا خامسا، وفي المركز السادس، المركز السادس الحجاج قادم حمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، وهناك الوصول هنا بهذه الانطلاقة من الشباب أحمد بن عتيق بن سعيد الصباري الرميثي قادم بهذا الأداء المميز هنا، والتحديات ومكرم سعد بن سالم بن حمد العويسي، ومن الجانب الآخر شعار بن سالمين يأتينا هناك بهذه التدخلات الجميلة والأداء المميز الجميل هنا، يتسلل من مركز إلى مركز في هذه اللحظات. هنا الوحش مبارك بن محمد بن سالمين العامري من ينطلق بتحدياته وإثاراته، ومن الجانب الآخر شعار بن مفتاح يأتينا أيضا مع هنا شديد راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وعلى المركز العاشر إذا ذعناه فهنا نجد الفائز لسالم بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. هذه هي النتائج، ها هي النتائج للمراكز العشرة الأولى. وزدناها واحد، هناك أيضا التحدي واضح وملموس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا، ولا زال مولع، لا زال مولع، مولع المنافسة على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول لنصيب بن عيسى بن محمد المنصوري منطلقا على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. المركز الثاني راهو، راهو على المركز الثاني هنا منطلقا لمحمد بن حمد بن فطيس المري، منطلقا على المركز الثاني بمتابعة سالم بن حمود المالكي من يتابع أيضا هنا هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هناك الجذاب فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري، ووصل هنا القادم الوحش على المركز الرابع، الوحش منطلقا لمبارك بن محمد بن سالمين العامري، وبن مفتاح مع شديد راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، ووصل سلهود هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. سالم بن أحمد بن فضيل الراشدي منطلقا بالتحديات سادسا، المركز السابع، المركز السابع، ويأتينا الحجاج حمد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي على المركز السابع، وفي المركز الثامن الفاتن المبارك بن بخيت باللوتية العامري، وهنا القادم الفايز، الفايز قادم يتسلل من مركز إلى مركز، سالم بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، والشبابي أحمد بن عتيق بن سعيد الصباري الرميثي يأتينا هنا على المركز التاسع وعاشر. مراكزنا وليف سالم بن سعيد بن خاتم الشامسي. هذه هي النتائج، ها هي الانطلاقات والتحديات جميلة مشاهدينا ومتابعينا الكروم. بدأت الإثارة، ولكن التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، رها رهو على الصدارة، رها رهو على المقدمة وعلى رأس الحربة، رهو ينطلق بصدارة لشاعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري من ينطلق بصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه التحديات الجميلة. المركز الثاني مولع النصيب بن عيسى بن محمد المنصوري، هو الحجاج قادم، الحجاج قادم حمد بن راشد بن حمد بن غدير لكتبي شعار أهالي مرغم قادمين هذه الانطلاقة، القدوم من الشبابي أحمد بن عتيق بن سعيد الصباري الرميثي من يأتي مع الكيلومتر الأخير. هناك تدخل من وليف سالم بن سعيد، هناك أيضا من خاتم الشامسي من ينطلق، وهنا شاهين سعيد بن حمد بن مية العفاري بأول ندى هذه الانطلاقة، ولكن الصدارة، الصدارة بين رهو، رهو ومولع، رهو ومولع هنا بهذه الانطلاقات والتحديات، مولع مولع يعود إلى صلب المنافسة، يتسلل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، مولع لنصيب بن عيسى بن محمد المنصوري على الصدارة، على المقدمة والمركز الأول، ولكن رهو 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 وراه لا يرضى إلا بالفوز، لا يرضى إلا بالناموس. آه وراه هنا لشعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري منطلقا على الصدارة، منطلقا على المقدمة وعلى المركز الأول. يلا يا سالم، يا بن حمود، يا المالكي،
هو تشاهدون راهو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، راهي راهو بالفوز، راهي بالناموس، راهي بالتحدي. عصاه قوس ما شاء الله بدون أي أوامر تذكر، شبه أوامر، أداء تلقائي. تشاهدون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، واللحظات الأخيرة الله انطلق راهو، انطلق راهو بهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا، تهانينا لشعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري، سلام لسالم بن حمود المالكي المركز الثاني، مولع النصيب بن عيسى بن محمد المنصوري المركز الثالث الشبابي، وصل هنا لأحمد بن عتيق بن سعيد الصبار الرميثي، وهناك وليف لسالم بن سعيد بن خاتم، وصل الشامسي. وعلى المركز الخامس هناك التحديات والإثارة من شاهين سعيد بن حمد بن مية. ونعود هنا، نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه التحديات الجميلة، وهنا رهو لحظة وصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس، 7:33 سبعا من الأجزاء من الثاني توقيت الزمني. تهانينا لشعرنا محمد بن حمد بن فطيس المري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني وصل مولع في المركز الثاني هنا لنصيب بن عيسى بن محمد المنصوري، قاطع المسافة 7:35 خمسا من الأجزاء من الثانية. هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة، ثالث مراكزنا مشاهدينا الكرام كان الشبابي بهذه الانطلاقة هنا. نعم للسيد أحمد بن عتيق بن سعيد الصباري الرميثي، قاطع عن المسافة 7:38 جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. متواصلين مشاهدينا الكرام، مستمرين بالمنافسة والتحدي في مشاركات انطلاقات هذا اليوم وثاني الجولات، تسير بحثا عن فايز جديد واسم جديد آخر في ظهور انطلاقات صباح هذا اليوم. المركز الأول تسير